النهاردة هنعمل قراقيش الفلاحي بطعم وريحة زمان، احلى حاجة ممكن تفطروا بيها الصبحية مع كوباية شاي بحليب. وانا بعملها بحس بمتعة غريبة، بحس البيت بيتملي بالخير. كل الكمية دي انا عملتها بكيلو بس من الدقيق. هقولكوا على العجينة المثالية اللي تطلع لكم القراقيش مقرمشة كده وهشة. بس قبل ما نبتدي وصفتنا بتمنى تشتركوا في قناتي اسمها مطبخ نهيد فاروق، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. قبل اي حاجة في البداية لازم نتأكد ان الخميرة اللي معانا نشطة، فهنجيب كوباية وهنحط فيها كوباية مليانة من الحليب. الحليب ده دافي، يعني ما هوش سخن قوي وما هوش بارد علشان ما يبوظش الخميرة. هستخدم باكت من الخميرة، يعني بما يعادل 10 جرام او ملعقة كبيرة من الخميرة. هضيف عليهم كمان 4 ملاعق كبار من السكر، سكر حبيبات عادي، وهقلبهم كويس مع بعض علشان السكر يدوب مع الخميرة. هركنهم على جنب لغاية ما الخميرة تنشط معانا. بعدين هجيب بولة فيها كيلو من الدقيق المنخول، يفضل نستخدم الدقيق اللي هو متعدد الأغراض ولازم ننخله. هنضيف عليهم ملعقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر وذرة ملح ونص كوباية من السمسم المتحمص. انا ما بجيبهوش متحمص وجاهز، لكن بجيب السمسم ابيض وبحمصه على النار علشان اتأكد ان ما فيهوش رطوبة وكمان فريش. ضفت 2 باكت من الفانيليا، وانا ما بحبش اضيف ريحة الكحك علشان لو قعدت القرائش معاكي فترة ممكن ريحة الكحك بتغير القرائش، لكن الفانيليا بتحتفظ بريحتها فترة طويلة. كمان هنستخدم 0.5 ملعقة صغيرة من المحلب. لاخواتنا اللي في الدول العربية اللي بيسألوني ايه هو المحلب، المحلب بيكون شكله كده زي القمح بيتباع عند العطار. هطحن 0.5 ملعقة المحلب مع ملعقة كبيرة من السكر في المطحنة اللي بنطحن بيها التوابل، لان لو طحنت المحلب من غير السكر ما بيتطحنش كويس. كمان ضفت 0.5 ملعقة من اللبن البودرة، وبيدي تعزيز لطعم القراقيش، يعني دي اختياري. لو حابين تضيفوه ماشي، لو مش حابين تضيفوه مش مشكلة. ضفت 2 كوباية من السمنة، او 1.5 كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، او ممكن تضيفوا 1 كوباية سمنة و1 كوباية زبدة، يعني ليكم حرية الاختيار. المهم السمنة والزيت، انا ضفت بصراحة 2.25 كوباية سمنة و1/4 كوباية زيت. طبعا لازم كنت اسخنهم على النار، يعني دول انا سخنتهم على النار وبعدين ضفتهم على الدقيق، ولازم نخلطهم كويس جدا جدا بالدقيق. اهم حاجة المرحلة اللي احنا فيها دي ان احنا ندمج كويس جدا السمنة مع الدقيق ونغلفهم كويس خالص. فالحركة دي وانا بفركهم بين ايديا بتأكد بيها اني غلفت كل الدقيق. اطولوا بالكم لان المرحلة دي مهمة جدا جدا، هي اللي بتخلي القراقيش من جوه بتتنفس وفيها فراغات كده، ما بتبقاش مكتومة ولا تقيلة. هتعملوا نفس الحركة اللي انا بعملها دي. طبعا في لقطات انا ما ينفعش اعديها لان هي بتكون سر نجاح الوصفة بتاعتنا. شايفين القوام بيكون بالشكل ده في النهاية، لما تضميه على ايدك بتحس ان هو كله كده متغلف، ولما بتضميه بين ايديكي بيبقى كتلة واحدة كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خلاص كده الخميرة بصوا نشطت وفارت كده، معناه ان الخميرة بتاعتي خلاص جيدة وصالحة للخبز. لان لو الخميرة بتاعتك ضفتيها على الدقيق ممكن تكون الخميرة دي كانت مركونة في المحل او عندك في التلاجة، فممكن حاجة بسيطة جدا زي الخميرة تبوظلي الوصفة كلها. فمن باب الاحتياط اتمنى ان انتوا تعملوا دايما اختبار الخميرة علشان تبقوا وانتوا بتعملوا الوصفة مطمنين واثقين من نجاحها باذن الله. بنخلط الخميرة بكوباية الحليب دي مع باقي المكونات وبنعجنهم كويس جدا جدا، يعني لازم نخلطهم كويس خالص. بعدين انا عندي 1 كوباية تانية من الحليب. احنا بنكون مسخنين 2 كوباية من الحليب، وبنستخدم 1 كوباية في الخميرة والتانية بنركنها على جنب وبنضيف حبة حبة، لان في بعض انواع من الدقيق ما بتقبلش كمية كبيرة من السوائل. فاحنا بنضيف 1 كوباية وبعدين 0.5 كوباية ونعجن. بصوا بقى بعد ما عجنت 0.5 كوباية حسيت ان العجينة يعني ناشفة ومكتومة ومفرولة ومتقطعة. فدلوقتي انا ضفت 1/4 كوباية تاني من الحليب. بصوا بتضيفوا شوية شوية، ما تضيفوش مرة واحدة. انا ضفت 1/4 كوباية وفضلت اعجن زي ما انتوا شايفين كده، حسيت ان هي برضو محتاجة 1/4 كوباية تانية، فانا ضفت 0.5 كوباية. يعني في التوتال في النهاية انا استخدمت 2 كوباية
هو ده الشكل النهائي للعجينة المثالية، بتكون ناعمة وملساء ومش متقطعة، وكمان ما فيهاش عرق يعني ناعمة. انا بقول لكم انا استخدمت الكوباية التانية من الحليب. هغطي العجينة وهسيبها كده على جنب على ما ترتاح حوالي ربع ساعة، يعني احنا مش محتاجين نخمرها بس هنريحها ربع ساعة. دهنت الصينية بالسمنة وبعدين ابتديت اخد العجينة. دلوقتي بصوا شكل العجينة بيبقى عامل ازاي، بتبقى خفيفة جدا جدا، وده لاننا طبعا ضفنا البيكنج باودر. بلفها بين ايديا كويس جدا كده علشان اسويها، وبعدين بفردها على مفرش سيليكون او على الرخامة، المهم نفردها على مكان نظيف. بفردها بايدي، بتتفرد بمنتهى السرعة وبمنتهى السهولة، ما بتحتاجش مردانة ولا اي حاجة. اهم حاجة ان احنا بس نفردها كويس. هنفرد العجينة سمك حوالي 3 ملي بالظبط، وبعدين هنسوي العجينة من فوق وتحت ويمين وشمال علشان الصوابع بتاعت القراقيش بتاعتي تبقى كلها يعني حجم واحد، مفيش واحد طويل واحد قصير. ممكن تقطعوها بالسكينة او ممكن تقطعوها بالقطاعة دي اللي هي بتبقى فيها حاجة كده بنعمل بيها البطاطس الشيبسي، هي بتبقى بتتباع تقريبا ب7 جنيه، يعني ما هيش غالية. او ممكن تقطعوها بالقطاعة اللي احنا بنقطع بيها الجزر والخيار المخلل او الخضروات. يعني انا بديلكو اكتر من اوبشن علشان تعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينها. دي بتديني التعريجة الجميلة دي اللي بتبقى في القراقيش، فهي بيبقى منظرها برضو حلو، ولا سيما لو عندك اطفال هيعجبهم جدا المنظر ده. بنقطع كل الكمية، هي بتتقطع بصوا في منتهى السهولة، ما بتاخدش وقت خالص. سمكها زي ما اتفقنا كده بتكون حوالي 3 ملي، ما تخلوهاش رفيعة قوي عشان ما تتحرقش، او ما تخلوهاش تخينة عشان ما تبقاش سميكة زيادة عن اللزوم. بتحركوهم كده، لو واحدة لازقة في التانية ممكن تحركوهم بالقطاع دي، بتبقى سهلة جدا. هنكمل باقي الكمية زي ما انتوا شايفين كده. قطعت البيتزا دي بتبقى منجزة خالص خالص معاكي، انا عملتهم في دقايق بس. خلوا بالكم لو القطعة دي حامية ممكن تقطع المفرش السيليكون، وده حصل معايا في المفرش اللي قبل ده، فخلوا بالكم. بحب الفت نظركم دايما لنقاط بسيطة جدا ممكن ما تاخدوش بالكم منها. بنحط كل القراقيش كده في الصاجة، بيبقى شكلهم جميل جدا جدا. عايزه اقول لكم كيلو الدقيق عمل لي 3 صاجات كبار، يعني دول صاجتين كبار، والصاجه الثالثه دي بحجم الفرن اللي هي على قد البوتاجاز اللي هو 5 شعل، عارفين بيبقى حجمها كبير جدا جدا، يعني قد الصينيتين دول مرتين. المهم بنسيب القراقيش على الصواني كده حوالي نص ساعة لو الجو حر، لو في الشتاء بتخليهم ساعة الا ربع، مش اكتر من كده ابدا. هنسيبهم لغاية ما يختمروا كده، فهي نص ساعة كانت كويسة جدا جدا. وبعدين هندخلهم على فرن، انا هكون طبعا مسخنة الفرن، وبعدين هوطي الفرن على 180 وهدخل فيها الصواني. بتفضل على 180 حوالي 10 دقايق، اول 10 دقايق على 180، بعد 10 دقايق بتهدي درجة الحرارة وتخليها على 150، 10 دقايق تانيين، وبعد 10 دقايق يعني كده مرت تلت ساعة، بعد تلت ساعة بوطي درجة الحرارة خالص علشان انا عندي قراقيش مش عندي كحك ولا حاجة طرية، فانا محتاجة اديها المساحة الكافية علشان تبقى مقرمشة ودايبة معايا. التوتال بتقعد معانا في الفرن حوالي 25 دقيقة مع تدرج درجة الحرارة زي ما قلت لكم كده بالظبط. في الاخر بتولعي لها الشواية علشان تاخد اللون الجميل ده، شايفين اللون تحت بيكون جميل ازاي علشان احنا دهنا الصينية. نقطة تانية مهمة حابة الفت نظركم ليها، انا بحب احط الصاجة على الرف بتاع الفرن اللي هو الاخير، اعلى رف في الفرن فوق خالص. بصوا دول الثلاث صواني اللي احنا عملناهم النهاردة، بحط الصينية على ثالث رف من فوق اللي هو العلوي خالص، علشان اضمن ان القراقيش التسوية بتاعتها هتكون مثالية وجميلة وما تتلسعش من تحت. يعني انا ما بحطش في قاع الفرن ولا في الرف اللي في النص، بحط في ثالث رف فوق خالص في الفرن. شايفين القرمشة حاجة كده دايبة وناعمة من جوه، شايفين القرقوشة يعني متفرغة، ما هيش مكتومة وما هيش مكبوسة وما هيش تقيلة، وده لاننا عجناها كويس وكمان سبناها شوية تختمر زي ما قلت لكم نص ساعة. بصوا بقى مع الشاي بحليب، اول ما بغطسها في الكوباية بتبقى ناعمة ازاي، يعني بالرغم من ايه هي ناعمة في كوباية الشاي، لكن برضو في نفس الوقت متماسكة وجميلة، ما هيش بتتكسر. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم القراقيش دي من اجمل حاجه ممكن تعمليها في البيت، بتملى البيت بالخير بشكل مش طبيعي. انا وبعمل القراقيش دي ببقى فعلا في منتهى السعاده.
عايزاكم تجربوا الوصفه دي بجد بجد هتعجبكم وتشرفكم. انا عملتها للضيوف كانوا جايين لي، بعد ما اكلوها طلبوا طريقتها على الفور، قالوا لي طعمها لذيذ جدا جدا تحفه، وطبعا كالعاده طلبوا مني الطريقه، علشان كده انا نزلتها لكم النهارده. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهارده تكون عجبتكم افادتكم ليها رجاء عندكم. بتمنى بجد تعملوا لايك لاي فيديو، علشان اللايك ده بيفرق معانا كتير جدا. يا رب يا رب اكون افدتكم في فيديو النهارده.